والله الايفنت الحمد لله سو فار جوينج جود. احنا بقالنا فتره قاعدين بنحضر الايفنت تحضيرات كبيره جدا، ان احنا بنحاول نعمل حاجه او بنقدم حاجه للجمهور ما حدش قدمها قبل كده، اكسبيرينس للعيبه وكمان الجمهور اللي بيتفرج في الايفنت واللي بيتفرج في البيت. والحمد لله ربنا موفقنا لحد دلوقتي، الدنيا ماشيه كويس واي هوب الناس تبقى مبسوطه باللي بتتفرج عليه النهارده. احنا السنه اللي فاتت الحمد لله فريق مصر سافر وكسب بطوله العالم، وفي ناس من اللي كسبت السنه اللي فاتت موجوده السنه دي في فرق من الفرقتين، فاتوقع ان نسبه كبيره حد فيهم هيبقى في النهائيات اي هوب. طبعا كلنا بنادى لان كلنا في الاخر هنشجع، كل الناس اللي بتشجع الفريقين هتبقى بتشجع فريق واحد اللي هيمثل مصر. دلوقتي انا في تيم راد كونتنت كريتور وبلاير، عندي معايا تو رولز دلوقتي، وكمان بقى بحلل اللجان بتاعت البطوله العربيه. انا لاعب لحد دلوقتي بس واخد بريك شويه، اللي هو دلوقتي بقى اكسبيرينس حاجات تانية، ان انا احلل جيمات، اخد خبره مثلا من الاناليست اللي بره واعمل زيهم، عايز اطبق حاجات في عايز اطبق حاجات في المينا او زي اكسبيرينس ما حدش عملها قبل كده. والله شعور تحفه، ان انت تبقى في مكان وفي فرصه ان انت تمثل مصر، طبعا شعور حلو. والماتش مش هيبقى سهل قوي، بس ان شاء الله احنا قدها وهنمثل مصر بطريقه مشرفه ان شاء الله. احنا طبعا هنستعمل كل طاقتنا وكل الايفورت عشان نعرف نمثل مصر تمثيل مشرف، خصوصا ان السنه اللي فاتت كانت مصريه الحمد لله، وناويين نحافظ على اللقب ان شاء الله، واللقب هيفضل في مصر السنه دي كمان. كان الموضوع لسه في بدايته، السنه دي ما شاء الله انا شايف التنظيم الشباب عاملينه احسن من السنه اللي فاتت بكتير. متشوق جدا ان اتفرج على الماتشات لسه، ان شاء الله تطلع حاجه حلوه. الواحد بيتبسط لما يشوف الايفنتات زي دي، ما يقدرش يفوتها كمان، وان شاء الله يا ربنا يدينا الصحه ونيجي كل سنه برضه. انا بشجع رعد الصراحه. برافادو ممكن مش الروستر بتاعهم الاساسي او مش الفريق الاساسي لسه، بس لا ان شاء الله هنشوف ماتشات كويسه، بس ان شاء الله رعد يكسب. ايفنت اوف لاين جميل، وانا سعيد ان انا موجود النهارده في جامعه مصر العلوم والتكنولوجيا، وان معمول ايفنت زي ده كده جيمنج، وفي ناس العدد الكبير اللي حاضر ده، ولسه كمان لما الايفنت يبدا هنشوف الحماس والهايب اللي موجود في المكان. فيعني انا سعيد بصراحه ان انا هوست في حاجه زي كده. ال10 اشخاص اللي هيكونوا بيلعبوا مستواهم ولا احلى، فهنلاقي النتائج كلها قريبه من بعض. ففعلا فعلا مش عشان حاجه، بس فعلا ما اقدرش اتوقع مين اللي هيكسب النهارده. احنا خدنا بالنا ان شركه رايت وعامه شركات الالعاب بتاخد بالها ان لما يبقى في جمهور كبير للعبه معينه بيقدروا ان هم يدوا للجمهور ده مميزات اكتر، يساعدوهم ان هم يخلوا في مثلا سيرفرات، يبقى البنج احسن، يبقى في بطولات اكتر زي البطوله دي مثلا. تمام، فحبينا ان انا واصحابي ان احنا نوضح لهم بصوره شيك ان لا اللعبه ليها جمهور في البلد، ان لا ان احنا موجودين وان احنا محتاجين ان احنا يتم دعمنا كجمهور وكلعيبه في المنطقه العربيه. لحد دلوقتي البطوله من انجح البطولات اللي انا حضرتها في مصر. التنظيم كويس جدا، الجمهور متفاعل بطريقه كويسه، الفرق ادائها مستوى كويس جدا يشرف بطوله زي دي، ويشرف بطوله في الاخر هتمثل مصر في بطوله تعتبر عالميه. احنا عندنا بريشر عشان مصر هي اللي كسبت البطوله السنه اللي فاتت، فالبطوله السنه دي طبعا بقت اكبر، فرق اكتر هتسافر، لازم على قد ما نقدر بنحاول ان احنا نفضل برضو نشرف مصر. السنه اللي فاتت الناس ما كانتش متوقعه مصر ان هي تكسب اي حاجه، كان كل مره الكاسترز والاناليست كلهم بيقولوا ان عادي مصر هتخسر، مصر هتعمل ماتش كلوز. ماتش عن ماتش كان مصر عارفه تثبت ان هي ليها مكانه في الاي سبورتس عالميا، وده اللي احنا بنحاول نعمله في رعد. حتى في البطولات اللي بنحاول نشارك فيها بنحاول على قد ما نقدر نعمل اداء مشرف، وتوفيق بتاع ربنا في الاخر، بس احنا بنعمل باقصى مجهود عندنا.